نشوف شو يقول. نايف سلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نايف إذا كان في شيء لك ومن حقك وخذه غيرك كيف تتصرف؟ إذا هو حق لي فما راح أسكت عن حقي، أبسعى إلي أن أسترد حقي. كيف؟ بأي طريقة كانت. ضاع لك حق في الحياة ما قدرت تأخذه. أنا أشوف أن اللي يضيع له حق ويسكت ضعيف. متى كنت ضعيف؟ يمكن في فقد الشايب جعلها الجنة. كنت ضعيف غيرها أن الحمد لله. نايف الرفيد يقول ما ضاع حقا من وراه مطالب، ما راح يترك الحق. انتبهوا من نايف الرفيد. عبد العزيز ابو ظهير ثلاث صفات تشوف لو انها فيك راح تكمل شخصيتك.